أصدر رئيس الجمهورية ميشيل عون حكماً مبرماً في بيانه الأخير بحق حاكم مصر في لبنان رياض سلامة، معتبراً أنه في 9 حزيران الماضي حرك القضاء المختص دعوى الحق العام بحق المدعى عليه سلامة بجرائم مالية خطيرة، ويزيد من خطورتها أن المشتبه به الأول بارتكابها هو حاكم مصرف مركزي. وأضاف عون إن القضاة تقاسموا التهرب من المسؤولية من دون أن يتم الادعاء وفق الأصول القانونية، مطالبا القضاء التحرر الكامل من أي ترغيب أو ترهيب. فهل يجيز الدستور لرئيس الجمهورية إقالة سلامة وتعيين بديل عنه في ظل حكومة تصريف أعمال؟ طبعا رئيس الجمهورية هو على رأس الدولة وله الحق بإبداء الرأي، مع الاحتفاظ بالأطر أو مع احترام الأطر القانونية لإقالة الحاكم الذي هو موظف عام. من هي الجهة المعنية بإقالة الحاكم؟ طبعا الجهة هي الحكومة. بالرغم من عدم وجود نص صريح، ولكن مادة 24 من قانون النقد والتسليف تقترن استقالة الحاكم بقبول الحكومة. هل حكومة تصريف الأعمال قادرة على إقالة الحاكم؟ إذا اعتبرنا أن إقالة الحاكم هو أحد الأعمال العادية أو إحدى الأعمال العادية الإدارية، يعني مثل نقل موظف وأمور عادية أخرى، عندها يمكن للحكومة حكومة تصريف الأعمال إقالة الحاكم. أما إذا اعتبرناها من الأعمال التصرفية في الظروف العادية، وهي الأعمال هي التي ترمي إلى إحداث أعباء جديدة أو تصرف مثلا باعتمادات هامة أو إدخال تغيير جوهري على سير المصالح العامة، فهنا لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تقيل الحاكم. وطبعا إذا اعتبر إقالة الحاكم من الأعمال التصرفية في الظروف الاستثنائية، يعني اللي هي بتتعلق بالنظام العام وبأمن الدولة، اتخاذ تدابير ضرورية تخرج عن تصريف الأعمال، فأيضا لا يمكن للحكومة إقالة الحاكم. تتعارض أطراف السلطة مع رئيس الجمهورية على فكرة إقالة الحاكم في آخر العهد، فرئيس مجلس النواب نبيه بري قال في وقت سابق أمام زواره: فليأتوا إلي بورقة صغيرة عليها مخالفة للحاكم سلامة، عندئذ أكون مع إقالته، لكن ألا يكون هناك أي مخالفة فأنا مع استمراره في مركزه. نحن بحاجة الآن لكل الناس، مش بحاجة للاستغناء عن الناس. ميقاتي أيضا شدد على أن مجلس الوزراء وحده يقرر إقالة مسؤول كبير وليس وزير وحده، وقال: أنا كرئيس مجلس الوزراء لا أتلقى تعليمات من أي وزير. أي تسوية بدها تكون على حساب المؤسسات أكيد أنا ما بمشي فيها. عندنا أمور أساسية لازم تنعمل، وحاكم مصرف لبنان عم بيتبعها. نحن بدنا نخلص الواجب اللي عندنا بهالمرحلة، وبعدين لكل حارس حديث. أنت خلال الحرب ما بتغير ضباطك. نحن اليوم وضع صعب، وما فيني بهذه المرحلة الصعبة إني غير ضباطي. أما رئيس تيار المردة سليمان فرنجي فاعتبر أن باسيل يريد تعيين حاكم المركزي ليكون تابعا له لمدة 6 سنوات، وهذا أمر غير منطقي، وقال إذا جرى انتخابه رئيسا سيقوم بتغيير حاكم مصرف لبنان الذي يعينه باسيل، ولن يقبل أن يكون الحاكم تابعا لباسيل وليس لرئاسة الجمهورية.